بيقولوا ايه الاسبوع ده. كان واحد من الناس زي كل الناس، ناس عايشة بتجري وشقيانة وهي عايشة وخلاص. كان واحد من الناس زي كل الناس، مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباس. الشغل تعبان والدنيا المواصلات والدنيا غالية وكل حاجة غالية. وكل حاجة غالية، الخضار غالي ومصاريف المعيشة بقت غالية خالص. الحاجة بتغلى والمرتبات زي ما هي، مفيش تناسب بين الاتنين يعني. وظائف البلد صعبة جدا والمرتبات مش كويسة وكل حاجة بتغلى. اللبن بيبيعوا كيلو بسبعة جنيه ونص، في ناس مش قادرة تجيبه للطفل. البيضة بقت بجنيه. بنزين غالي جدا طبعا، كلنا بنمشي غاز غصب عننا، حتى لو نوقف طوابير كتير بس غصب عننا لازم نمشي غاز. خضار رخيص، مفيش حركة في البلد خالص، الناس بتعاني، والخضار مرمي في الجملة. الجملة بيبيعوا بأي حاجة برضه. إيه إحنا بنطلع هوالك، هوالك دي بتترمي، خسارة علينا إحنا. أنا راجل على المعاش وبشتغل إدارة وباخد 500 جنيه ومتأمن عليها من سنة 86، ومعاش ضعيف مش معاش كويس. ما عندي في الجامعة، عندي في الإعدادية وعندي في الثانوية، هيكفوا مين ولا مين؟ الحاجة سعرها مرة بتبقى بثلاثة، مرة بتبقى باثنين، مرة بتبقى بعشرة، على حسب السعر والجو. ومتبهدلين في الشوارع، ولا بيعة ولا شروة، والزبون مستغل الحاجة. يعني الربطة بنص جنيه يقول لك لا، ثلاثة بجنيه، أربعة بجنيه، والحالة على قدها مفيش. الحاجة غالية ومفيش بيعة ولا شروة، هنعمل إيه؟